بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم نور الدين فرح من مدينة طنجة، فنان ومنشد. سعيد جدا بالحضور ديالي اليوم في هذا اليوم العالمي للمسنين، البيت الدعوة ديال الجمعية ديال بسمة الأمل، وسعيد جدا بالحضور ديالي اليوم. نفرحوا في هذا اليوم العالمي ديال الأب والأم، وعلى الأقل نردوا واحد شوية من الجميل اللي داروا لنا في الصور ديالهم. السلام عليكم، معك فنانة أمينة التازي. بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، تم الدعوة ديالي من جمعية بصمة الأمل، وأنا جد كنت فرحانة أني نحضر في مناسبات بحال هادو، وكنتمنى أن هذا الشيء يتكرر ديما. معكم عصام أبرود، رئيس مجموعة أبرود الطائفة العيساوية وفولكلور الدقة المراكشية. كلنا الشرف الحضور معكم اليوم بدار المسنين بسالة بسالة بوقنادل. كنا الشرف الحضور معكم وندخلوا فرحة والصور على هاد الناس. السلام عليكم، معكم ياسين بن رحيل، رئيس جمعية بصمة أمل للأعمال الخيرية الشبابية المغربية، وكذا مدير الأنشطة الرياضية والثقافية لدى الجمعية الأكاديمية الباندو أرمي MMI. كما شاهدتوا معنا اليوم هاد الزيارة وهاد الحفل الخيري اللي تنظمنا بمركز استقبال المسنين بوقنادل، بحضور فعاليات شابة وفعاليات فنية وكذلك فعاليات من المجتمع المدني ككل. صراحة كان شرف لنا أننا دائما ننظم مثل هذه الحفلات وهذه المبادرات، وكنوجه التحية للناس المقيمين على هذا المركز، وكنشكرهم على التعامل الدائم والخاص والخالص اليوم معنا. فما كنلقاوش دائما أي إشكال فيما كنبغيو نجيو نديرو شي أكتيفيتي كشباب، فما كنلقاوش معهم المشكل، كيسروا معنا الأمور الحمد لله. وحنا كذلك تابعين التوصيات ديال صاحب الجلاله، وكنرفعوا من المعنويات الشبابيه دائما. وكما شتو حضرتو معنا اليوم بزاف ديال المواقف، سواء مواقف مؤثره او لا مواقف مضحكه او لا مواقف كنخرجوا منها من ذاك الناس من اجواء الغم والهم الى اجواء الفرح والسرور. وكنتمنوا هذه المبادره هذه تزيد تعاود ونكبروا من الحجم ديال لي زاكتيفيتي ديالنا. ومرحبا بهبه بريس معنا، وشكرا على التغطيه هذه الإعلامية. مع أجمل تحياتي وخالص تحياتي، شكرا، ميرسي بوكو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.